من كسلة كسلة كسل الجمال إلى المعز من كسلة. المعز مرحبا استاذ جلال، ازيك يا معز يا اخ؟ والله يا مؤكد انت المعز. المعز ايوه المعز، ما معز. ما معز لا. ايوه المعز لدين الله الفاطمي، بتعرفه؟ بعرفه. كيف بعرفه؟ ساكن جنبكم صح؟ ما ساكن جنبنا، ما شفت الدوله الامويه في مصر. تمام ايوه. أموية شنو يا أخوة الفاطمية؟ لا لا بركة الفاطمية. لا قلت الأموية. هوي هوي هوي، نجيب مصاحفنا ونتوضى ونحلف. مين اللي بيطلع أول؟ طيب المعز. لا كلامك كله صحيح حبيبي يا أخي، الله يكرمك. المعز يا تحفي كسل الجميلة. المربعات. المربعات يا سلام. طيب المعز، هل لعبت صفرة قبل كده؟ أقول يا إما الله خلقنا من الحوايج. قول والله. والله ان شاء الله دائما موفق. نلعب على الشاشه يا معز. يلا بسم الله. عندنا من واحد لحد تسعه معز معانا. المعز من كسلة كم؟ خمسه 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 سته. الكمبيوتر معز كم؟ اختار سبعه سبعه. يا سلام يا سلام. معز الشاشه قدام وراخي الصوت، يا ريت كل المسابقين زيك. طيب ها الكمبيوتر كم؟ ادينا سريع كمبيوتر، وين يا كمبيوتر؟ ادانا تسعة. معز عندنا فرصة. ثلاثة. يا سلام عليك يا حبيب والدي. الله عليك، أول محاولة كسر المربعات. المعز لدين الله الفاطمي يبدأ المسابقة في شختك بختك. يلا يا معز، عادي الله ما يجيك الفخ. ها إن شاء الله. بسم الله. اثنين. أقول اثنين. اثنين اثنين كويس. اثنين ما بطال. سؤال 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 إن شاء الله يكون سؤال خفيف. أها. أنا أها. الصوت قبل الشاشة. قبل الشاشة. أنا أنت ركز في صوت الشاشة، خليها تب. علاقتك بالرياضة كويسة؟ علاقتي معاها ما بطال. ما بطال. الفريق قريب منك، الفريق الذي يمثل بورسودان في الدوري الممتاز حاليا منو؟ حي العرب. حي العرب سكرتا. يا سلام يا سلام. سؤال هدية جاك في ملعبك، في حتتك، في جغرافيتك. طوال اديتنا السؤال صح. 1000 جنيه في كسلة. يلا معز. ايوه يلا بسم الله. واصل واصل الرقم. لا حيشيل تسعه 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 تسعه. ما كريستيانو ده، رونالدو. صوت 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 من البرازيل. طيب يا المعز، حنسمع الصوت وتورينا بعد ذاك الصوت صوت منه، او نديك عنه معلومات تسهيلات تخليك تقرب الصوت. تمام يلا قول يا رب. يا رب. يلا ان شاء الله. بقدر اساي يا غالي شانك بحمله، وبس لو سمحت مرة بس داير قلبي كاسال، وحافظ معزته زي زمان. والله الحصل كان بدله. سيبي العواطف ديك بعيد. ايوه ايوه سيبي العواطف ديك بعيد، وانسي ريدك وقولي لي ايه هالفرق. لو زول زرع ماله في اخصب ويدي. ظاهر. ده منو؟ ايوه ايوه سهل السؤال. ده منو؟ ما جلوك انت ما ضغطت علي شويه؟ لا ما ضغطت عليك يا اخي. ده من الفنانين المميزين، وعنده لونيه معروفه، عنده الرميات دي معروفة. حافظ معزته زمانه، ولا الحصل كان بدله. اليمني اليمني. الله فلاوت فلاوت يا عبد الرحيم البركل يا أخي. يا أخي حاجة سؤال هدية والله والله سؤال هدية. تحية لي عبد الرحيم البركل، ونقول له كل سنة وانت طيب، ربنا يديك الصحة والعافية يا فنان.